مررت من هذا المكان مرارا وتكرارا. ألم يخطر في بالي يوما واحدا بأن هذا المكان سيصبح من أطهر البقاع؟ خاطرة تحولت إلى واقع. أتى أحدهم وقال لي: هنا سيبنى مسجد. قلت: في هذا المكان؟ قال: نعم. قلت: يا سبحان الله، كم من سنين مضت وهي خاوية خالية ليس بها أثر، وفجأة تشاء الأقدار أن يبنى مسجد. فبني الأساس، ثم بني العظم، ثم بدأت ملامح البيت تظهر، فإذا هو مسجد.